شفتي يا سارة، المدرسة بتاعتنا طالبة تقرير عن أي موضوع إحنا نختاره نكتبه ونسلمه للمدرسة بعد بكرة. أيوة يا ليلي، أنا سمعت عن الموضوع ده، بس أنا مش عارفة أنا هكتب عن إيه. ولا أنا لسه هفكر، بس عارفة هي قالت إن أحسن تقرير صاحبه هيقوم يقرأه قدام الكل، وكمان هتديله جايزة. واو بجد دي حاجة حلوة قوي. عشان كده هنخلص تنظيف الجنينة ونطلع نذاكر على طول عشان نشوف هنكتب إيه. اوكي يا ليلي. ايه ده يا ليلي، ايه القرف ده؟ سيب القطه دي وما تلمسيهاش، دي اكيد مش نظيفه. لا بالعكس، على فكره القطه شكلها نظيف قوي وحلوه، بصي عينيها وشعرها كيوت قوي. ايه يعني دي شكلها لسه مقرف جدا برضو. حرام عليك اللي بتعمليه، دي مجرد حيوان ما ينفعش نأذيه. بس سيبيني يا ليلي، دي اصلا هتبوظ الجنينة بتاعتنا، احنا لازم نموتها. انتي ازاي قاسية كده على الحيوانات؟ حرام عليكي، لو مش هتعطفي عليها وتديها اكل يبقى سيبيها في حالها بقى. لا يا ليلي، انا همسكها وهرميها برا وانتي مالكيش دعوة. حرام عليكي بجد، انتي اكيد وجعتيها جدا. خلاص بقى يا ليلي، ما تبقيش كوين دراما، دي مجرد قطة واكيد هي ما حستش بأي حاجة. انا هخش اغسل ايدي. اكيد الضربة وجعتك اوي، معلش انا هعوضك. معلش بقى، انتي هتاكلي برا عشان سارة لو شافتك هتضربك تاني. ايه ده انتي تاني؟ هو الظاهر كده الضرب بتاع الصبح ما كانش كفايه انك تمشي من هنا؟ انا كان عندي حق، انا كان لازم اموتك. ايه اللي حصل لك ده؟ جزء اللي عامل الحيوانات بشكل عنيف زيك كده. ايه ده، هو انتي ازاي بتتكلمي؟ انتي اكيد شبح مش قطه. دلوقتي بقيتي زيي، وكل اللي انتي عملتيه فيا هيحصل فيكي. انتي متخلفة، انتي بتقولي ايه؟ قربي من المية وانتي هتعرفي كل حاجة. ايه ده، هو ايه اللي حصل وازاي انا بقيت كده؟ رجعيني شكلي الطبيعي، انتي عملتي فيا كده ازاي اصلا؟ الموضوع ده مش بايدي، محدش عارف انتي هترجعي امتى، بس حاولي تكوني كويسه، ممكن ترجعي لطبيعتك تاني. ايه ده، انتي جيتي منين؟ يا خبر، انتي اكيد بردانة جدا، تعالي معايا. انتي اكيد جعانة قوي، تعالي هحط ليكي اكل وميه. كويس ان ساره مش في البيت عشان تقعدي هنا في الدفا.
انت رجعتي ماما من السوبر ماركت؟ لسه راجعة دلوقتي يا حبيبتي، جبت لكم حاجات حلوة كتيرة قوي. يلا روحي نادي على أختك علشان تيجي تتعشى معاكي. ايه ده، هي سارة ما كانتش معاكي في السوبر ماركت؟ لا انا كنت في السوبر ماركت لوحدي. انت تقصدي ايه، هي سارة مش موجودة في البيت؟ معرفش، انا كنت قاعدة في اوضتي ونزلت ما لقيتهاش ولا في البيت ولا في الجنينة، فتوقعت ان انت اخدتيها معاكي. ازاي كده، اختك راحت فين؟ تعالي ندور عليها بسرعة، ممكن يكون حصل لها اي حاجة. ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ انا حتى مش عارفة اقول لهم ان انا هنا، وايه اللي حصل معايا؟ انا مش عارفة هتصرف ازاي، واخرت اللي انا في ده ايه؟ اكيد بيدوروا عليكي يا قطة سارة، مش كده؟ ايوه، وزمان ماما قلقانة عليا جدا ومش هتعرف تنام عشان انا مش موجودة. اشك هي ممكن تقلق عليكي، بس انتي واضح ان انتي شخصية مؤذية، واكيد هم هيرتاحوا من غيرك. انتي اصلا ما تستاهليش اختي زي ليلى. انتي قصدك ايه؟ قصدي ان ليلى لطيفة وطيبة وبتحب تساعد كل الناس والحيوانات، علشان كده كلهم بيحبوها عكسك انتي. اشك لو في اي حد بيحبك اصلا. على فكرة بقى، انتي ملكيش اي حق تقولي كده، انا اصلا ما عملتلكيش اي حاجة. بجد انتي ما عملتيش في اي حاجة؟ طيب شايفة ابن الجيران اللي هناك واقف ده؟ ايوة ده ابن الجيران، ماله يعني؟ ده شافك النهاردة وانتي بتضربيني، جربي كده روحي اقفي جنبه. انا برضو مش فاهمة انتي عايزة توصلي لايه بالظبط. جربي بس تقفي جنبه وانتي هتعرفي كل حاجة. شفتي بقى قد ايه الموضوع مؤلم؟ اكيد ما كنتش حاسه بكل الوجع ده وانتي بتضربيني الصبح، صح؟ او ما كنتش متوقعه اني بحس زيك، رغم ان ليلى اختك حذرتك. ايوه بس هو ليه عمل كده؟ انا حتى ما جيتش جنبه او لمسته. وانتي كمان اللي عملتي معايا كده، رغم اني ما اذيتكيش او لمستك. الولد ده شافك وقلدك، وبسببك في حيوانات كتير هتتعذب لانه اتعلم منك. انا اسفه، انا عرفت غلطي متاخر قوي. لازم تثبتي فعلا انك تغيرتي وتستاهلي ترجعي انسانه تاني. ايوه يعني انتي عاوزاني اعمل ايه برضو؟ شايفه كل الحيوانات اللي في الشارع دي كلها؟ ايوه مالهم؟ دول كلهم جعانين وما عندهمش اكل ولا ميه، لازم تاكليهم كلهم وتساعديهم، يمكن ساعتها ترجعي طبيعتك تاني. ايوه بس الموضوع ده صعب قوي، ازاي هساعد كل دول لوحدي؟ ينفع تساعديني؟ لا مش هينفع، انتي لازم تعتمدي على نفسك. حاضر. انا بجد هتجنن، هي سارة راحت فين؟ دي وحشتني قوي بجد. وانا كمان انا خايفة عليها جدا، تفتكري تكون راحت فين؟ مش عارفة بجد يا ليلى، اختك ممكن تكون راحت فين؟ مستحيل تطلع برا البيت من غير ما تقولي. انا حاسة ان هي في خطر، ربنا يسترها عليها. انا قلقانة عليها قوي، انتي عارفة لما ما لقيتهاش في البيت فرحت ان انا هقعد مع القطة شوية براحتنا من غير ما سارة تأذيها، بس لما لقيتها اختفت. بصراحة خفت عليها جدا، انا نفسي ترجع وانا مش هضايقها تاني. هو ايه موضوع القطة ده يا ليلى؟ الصبح واحنا في الجنينة جت قطة تلعب مع سارة وهي ضربتها وطردتها، انا ساعتها زعقت لسارة عشان كده لما لقيتها مش موجودة قلت فرصة ادخل القطة من غير ما تضربها وتاكل وتشرب براحتها عشان الجو برد جدا برا.
معقول ليلى تكون عملت كده؟ هي ازاي اصلا تضرب القطه؟ دي روح زيها زي البني ادم بالظبط. ازاي تعمل حاجه زي كده؟ انا علمتكم ان الرفق بالحيوان ده اهم حاجه في الدنيا. الواحد ممكن يدخل الجنه او النار بسبب حيوان. ايوه يا ماما انا عارفه، انا بعمل كده على طول، بحط ليهم اكل وميه، بس سارة دايما بتطردهم وبتضربهم. انا ما كنتش متوقع ابدا ان سارة ممكن تعمل حاجه زي كده. طب احنا هنعمل ايه؟ هنفضل مستنيينها كده؟ انا مش عارفه يا ليلى، بس ممكن نقعد نستناها شويه، يمكن خرجت مع حد من اصحابها، ولو ما رجعتش نخرج ندور عليها تاني، وان شاء الله شويه وهترجع. عرفت يا ماما ان انا كنت غلط، بس للاسف خلاص الوقت متاخر قوي. هي كده كويس؟ ايوه كويس، اهم حاجه تكوني اتعلمتي الدرس وما تعمليش كده تاني في اي حيوان. صدقيني مش هعمل اي حاجه تاني هتضر اي حيوان، وخلاص انا عرفت غلطي. ساره يا ساره امي. ليلي هو انت شايفاني؟ ايوه شايفاكي طبعا. ايه السؤال الغريب ده؟ طيب امي يلا علشان ماما جت من السوبر ماركت وجابت لنا عشا معاها، يلا عشان ندخل وناكل. هو انا ما تحولتش لقطه؟ اتحولتي لقطه ايه بس يا بنتي، ايه الكلام الغريب ده؟ يلا انا هستناكي جوه. مش معقول، يعني كل ده كان حلم؟ طب ازاي ده شكله كان حقيقي بالظبط؟ ده حتى التخربشه بتاعه القطه لسه موجوده، دي كانت اخر حاجه انا كنت حاسه بيها قبل ما اتحول لقطه. يعني هو ده كله كان حلم وانا نمت بعد ما خربشتني؟ ايه ده؟ لا 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 مش معقول، سارة ماسكة قطة كده عادي؟ اوعي تكوني هتضربيها. لا طبعا انا زعلت من نفسي قوي على انا عملت الصبح، وانا قررت ان انا ههتم بيها. يلا يا سارة سيب القطة وروحي ذاكري مع اختك، وانا هقول لها تيجي تذاكر معاكي. حاضر يا ماما. بقولك يا ليلي انا خلاص عرفت الموضوع اللي انا هتكلم عنه. احنا لسه ما عملناش التقرير وتسليمه بكره، يلا نلحق نعمله. انا هتكلم عن الرفق بالحيوان. غريبه يا ساره اللي بتقول كده، ده انت لسه ضربة القطه الصبح. ايه اللي اتغير يعني في الكام ساعه دول؟ حاجات كتير قوي ليلي اتغيرت، انا خلاص نويت ان انا هعمل عن الموضوع ده. حلو جدا، لو احتجتي اي مساعده قوليلي وانا هساعدك على طول. ممتاز، التقرير بتاعك حلو جدا يا سارة، ده احسن تقرير جالي. بس منين جاتلك الفكرة انك تكتبي عن الرفق بالحيوان؟ علشان دي حاجة اساسية ولازم كل اب وام يعلموها لاولادهم. الحيوانات روح زيهم زي البشر بالظبط، ما ينفعش نأذيهم زي ما احنا ما ينفعش نأذي بعض. سارة عندها حق يا ولاد، ويمكن احنا كنا في المدرسة مش بنتكلم كتير عن الموضوع ده، بس بعد كده هنخصص وقت من كل الحصص ونتكلم فيها عن أهمية الرفق بالحيوان وثوابه عند ربنا. برافو عليكي جدا يا سارة، التقرير بتاعك كان حلو جدا. ماما هتفرح جدا لما تعرف ان انت عارفة. هي لما عرفت انت ضربتي القطة كانت زعلانة قوي، بس دلوقتي هتفرح بيكي جدا. انا خفت حد يكون شافني في اليوم اللي انا ضربت فيه القطة.
فحبي يقلدني، فعشان كده انا قلت ان انا لازم اقول للكل ان احنا نرفق بالحيوان ومنأذيهمش مهما حصل. عندك حق يا سارة.